واحد من نجوم منتخب ايطاليا طبعا وقائد فريق اودينيزي ومدرب منتخب ايطاليا للشباب فاليريو بيرتوتو هو ضيفنا النهارده في السادسة. بداية طبعا كل الشكر ليك على مشاركتك معنا واهلا وسهلا بيك معنا في السادسة. شكرا لكم، شكرا لكم، شرفت بتواجدي معكم. السلام عليكم. وعليكم السلام، اهلا وسهلا بيك. يمكن خليني ابدا معاك من منتخب ايطاليا اللي انا لسنين طويله كنت واحد من عشاقه على مستوى الانديه، على مستوى النجوم والاسماء، على مستوى المنتخب. هبدا معاك من قرار او من رحيل مانشيني لتدريب المنتخب السعودي وتعليقك طبعا على تولي لوتشانو سباليتي تدريب المنتخب الايطالي. ازاي شفت ده؟ ازاي شفت رحيل مانشيني بدايه وتوقعاتك لمشوار سباليتي مع الاتزوري؟ مانشيني بالنسبة لي في قراره في الرحيل عن إيطاليا وتولي قيادة المنتخب السعودي، فهذا يدل على أن مانشيني معترف بإنجازاته على عكس ما قال البعض، وقد صرح بذلك مانشيني بنفسه بأن هذه المهمة في ذهابه للسعودية هي اعتراف بكرة القدم الإيطالية ومواصلة للفخر لتقديم نجوم الكرة الإيطالية على غيرهم. هذا يعد سبق كبير لنا، فقد قاد روبرتو مانشيني منتخب إيطاليا في 61 مباراة دولية فاز فيها ب39 مباراة وظفر خلالها بلقب يورو. فمانشيني مدرب كبير ومعلم للكرة الإيطالية. أما بالنسبة لسباليتي فهو رائع جدا ولا يقل شأنا عن مانشيني بالنسبة لي، وأيضا له سبق كبير وإنجازات رأيناها بأعيننا لا سيما في الآونة الأخيرة، فلا نستطيع أن نفرق بين هذين المعلمين. مانشيني معلم كبير، سباليتي معلم كبير وله إنجازات كبيرة مع نابولي كما رأينا وكما قلت لكم. فيمكن القول أن تحرك مانشيني للسعودية هو إنجاز للكرة الإيطالية، وسباليتي في قيادته للمنتخب الإيطالي إنجاز لنا كبير. نحن نطمح أن يقود سباليتي إيطاليا للأمام.